السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. اليوتيوبر المغربية دوجة تعرضات لحادث سير خطير، فغادي نخليكم مع الفيديو. البنات ما مولفاش على بحال هذا الشيء كاع، مولفاش عليه. وصراحه بعدا واحد الحاجه تاكدت منها، الحمد لله الحمد لله. ماشي كنت نسمع ديما لي انفلونس سيريز عليهم البوز وداك الشيء كامل، يوم تاكدت انا ماشي انفلونس، تاكدت بلي انا بنت الشعب، بنت عاديه، وخا لي فيو وخا لي زابوني وخا بزاف ديال الحوايج. ما فكرتش لا في السوشيال ميديا لا في ستوري لا شي حاجه، حتى دابا صافي عادي. داك الشيء اصلا خصو يتصور باش يبقى عندنا بروف وداك الشيء كامل، ولا حطيتو ليكم الحمد لله بعدا عادي. تنحمد الله ونشكر حقاش واحد الوقيته وليت نشك في راسي، وليت نقول يا ربي زعما حدد ليا يا ربي، ما بغيتش زعما نتجر ولا شي حاجه. وبحال تاكدت بعدا بهاد الناحيه، ومن ناحيه اخرى تنحمد الله قبل من هاد الحاجه اللي قلت لكم دابا اللي مشات الشهد. لحقاش فاش كانوا ماما وبابا غادي يديوها في الليل، مشاو مع ثلاثه الليل ما كانوش غادي يمشيو. سمعوا، المهم سمعوني شنو كنت غنقول لكم. قلت لكم كانت عندي ديك الدخله ديال الدار مع هذيك ثلاثه ونص، درت لهم الدخله جو العائله وداكشي كامل. علاش درت لهم بكري ما درتش لهم في الليل؟ لحقاش انا في الريزيدونس، لحقاش كاينين الناس مع 8 صافي خص كلشي يوقف، وباش يبغيو ينعسوا وداكشي كامل، غير باش ما نصدعوش، باش ما يتحرجوش هما معايا يجيو عندي ولا يطلع لهم الدم مني ولا شي حاجه. صافي. المهم فاش ساليت انا الدار عندي راكم عارفينها، دار صغيره ديال مثلا غير عائله وصافي، ماشي ديال زعما ماشي الاخر. المهم العائله اللي جاو عندي كلهم ساكن رجعوا، بقاو حتى ديك جوج الليل جوج ونص، بقينا مورا العراضه، بقينا جالسين في الدار ديالي، بقينا جالسين. دابا حطيت لكم كلشي، تصاور وصورت وما حطيت والو. بقينا جالسين صافي. ماما فاش شافت هي وبابا العائله مشاو في الليل، هما يقولوا حنا مشاو في الليل الحال بارد باش من ساعه ونص ديال الطريق ومشيو. الدوشات فاش يلا خرجوا من ريزيدونس، دخلت انا البيت نعاس ديالي. قلت لكم دخلت البيت صبيت نعاس ودخلت للتواليت، دخلت للتواليت وحق الله تنسمع شات تقول دوشه تتغوت، وانا ديك الساعه تندير بحال هكا تنبغي يلا تنغسل وجهي وتندير الفوطه هكا هكا، تنقول غنخرج عندها غدا معروضه لواحد عيد ميلاد، وعندها واحد الكسوه كانت واحد المره لبسها ليها وحيدت لها مسحت لها ستوري في ساعتين وداكشي كامل. قلت صافي غادي نلبس هذيك الكسوه وداكشي كامل وغادي نديها معايا. صافي. وانا نقول لا انا دابا الحد غدا الحد عندنا عيد ميلاد، نهار الاثنين او ثاني عندي غادي نبقى نشوف عند من نخلع، تنبقى مشطونه تنخلع مع واحد السيده، تنبقى غاده جايه تعذبت بزاف بزاف بزاف، ما تنبقاش تنبقى مرفوعه مع الناس، كلشي تيقول لي مالك وهذا وهذا، تنبقى مرفوعه. قلت صافي ماشي مشكل. لا الحمد لله اللي صيفطت، اول مره نقول الحمد لله اللي صيفطت شاهد ما خليتهاش معايا. فاش طرات ديك الكسيده خرج من الباب الاخر، شباب ديالي صافي تبروك الله دار مع الطونه بحال هكا، خرج لك بنتي نغوت نقول مخرجوا شاد، خرجوا لك طايحه في الارض نقول مخرجوا شاد خرجوا. صافي داك سنت الساعه الناس اللي كاينين تما كلشي بدا يقول لي راه كاينه الشاد، وبعدا نزلوا عندي شي متتبعات ديالي. والله ما قدرتش نهضر معكم حتى شي حاجه، سمحوا لي من هنايا ملي غنقولها لكم شي، ما قدرتش نهضر، بقيت غير تنبكي لحقاش كنت بحال سخفت وما عرفت شنو جاني، تنقول لهم خرجوا الشاد وبحال رجلي في نجي نوقف بحال تنحس برجلي تشللات ليا. صافي هي هذيك، وعرفت الشاد ما كايناش. صافي بقيت جالسه فوق التريطوار واحد المده. هذاك السيد مول الطوموبيل اللي درت مع الكسيده واحد هو اللي منه لافوت 100%، ولكن واحد الانسان شوفوا الواحد فاش يكون غلط ماشي مشكل، ولكن هو واحد الانسان اللي الله يعمرها دار. شوفوا راه ما بين لا كونتاكت لا حتى شي حاجه، جاوي يقول شوفي اختي انا اللي فوتيف وديك الطريقه باش هضر، انا ما قلت له لا حشومه عليك درتي دخلتي فيا علاش ما رديتيش البال حتى شي حاجه. صافي شفت فيه بحال هكا، عطاني الماء شربته صافي، امور داز طيبه الحمد لله، لا مدابزه لا مخاسمه لا حتى شي حاجه. في مره جاو الناس
قلت لكم ديك الساعه ما قلتها للماما لا حتى شي حاجه، جاوا لا البابا لا والو، جاوا الناس سميتو، جاوا الناس وقفوا معانا، جات كانت صاحبتي بعيده عليا، كنا ديك الساعه غير في الطوموبيل، جات عندي صاحبتي، جاو عندنا واحد صحابنا، جات عندنا خوله الفايد هي وخوها، لحقاش خوله الفايد هي وخوها، خوله فاش طرات لي الكسيدر كنت دايره معها ابل، كنت دايره بلوتوث في الطوموبيل، وهي سمعت الخبطه، سمعت كل شيء، وبقات الغوات ديال سمعها الغوات الغوات هذا صافي، هذيك كان معايا ادم ودوجه، ادم وزينب مساكن، شوفوا والله لا وحق الله تعالى تنتلاقى مع الناس زعما مزيانين، تنتلاقى مع الناس مزيانين. زينب مسكينه كيبقات بقات زينب شحال شحال عاد بكات باش الفلوس تصبرني، تقول صافي هانيه ما طرا لينا والو، ادم مسكين تيضحك معانا تيبدل الجو داكشي سمعتوني. مهم انا بقى فيها الحال، لحقاش ماشي مستعده لشي حوايج بحال هكا، لحقاش راه والله ما نكذب عليكم، اقسم لكم بلي راه اللي فيا كافيني، زعما هادشي اللي تندوز منه بعدا شهر ونص من ضغط وشي حوايج زوين، ممكن شي حوايج عاوتاني خايبين بزاف، ما تقدرش نقول كلشي في لاستوري بحال دابا الكسيده ديالي، ما نقدرش نقولها حتى هذا صافي بحال درت مع نفسي، ولكن انا اللي فيا راه والله كافيني، ما بقاش عندي الخاطر، وما بقاش انا براسي، بعد المرض ما بقاش حل راسي هاد الشهر بعدا بالضبط، المهم من بعد تعرفوا كلشي. صافي وجاني دوج على معايا راسك تشم معايا سمعتوني. مهم تيجي داك الشيء فواحد لحقاش هاد العمره ديال دارنا، والله انا ما كنتش غادي ندير عليهم كاع، انا كنت بغيت محتاجه لها راسي، كنت نقول انا بغيت نمشي نعس تما، انا بغيت نمشي نرتاح تما، وعييت وصيفطتهم لحقاش قلت لكم هاد العمره ديال الدار انا كنت غادي نمشي انا، وانا نقول بالله ما نقدرش نمشي، والديا ما عمرهم ما مشاو، ما يمكنش انا زعما نسبقهم وهما ما عمرهم ما مشاو، قلت بعدا نصيفط والديا نحيد زعما نحيد شي حاجه انا بغيتها لراسي ونصيفط والديا، وانا ما ندمتش بالعكس بحالي بحالهم بحال كي مشاو هما بحال مشيت انا، هادشي اللي حسيت به والفرحه اللي واقيلا لحقاش حتى نضرب شي حوايج راه ما يمكنش، راه بزاف تشوفي بابا، كنت تشوفي بابا عطيت شحال من صفيه ديال الفيديوهات الى ما تنبغي فني مشاوتي صيفط ليا، ومازال ما تيكونش هي ما تحطيت ولا شي حاجه، غير انا صافي عرفتي راه شحال من حاجه تنصور لكم ما تنحطهاش ما تنديرهاش، انا صافي راه بحال ما عرفتش مالي، خصني ندير شي رقيه نمشي، تنقول ما كنش نشرب الدواء نعس شي 10 ايام ولا شي سيمانه، ما كنش نمشي نعلق السيروم تيرمو مع تمالي ما عرفتش مالي، في مره في مره في مره صافي هادشي اللي طرا. مهم نكمل لكم، دخلنا في مواضيع اخرى. قلت لكم داكشي طرا لي نهار الاحد، نهار الاحد مكاين لا ديباناج مكاين حتى شي حاجه، خوله فاش سمعت داكشي اصلا كانت تقول لي خوله في لابي، كانت تقول لي راني عييت راني زعما عيانه وهذا عادي زعما بحالي انا نهضر مع صاحبتي نقول عرفتي راني عييت اليوم وضربت الطريق، ومهم بحال هكا صافي سمعت الكسيده جات عندي هي وخوها ابراهيم، خوله مسكينه هي كانت عيان وبينا فيها وابراهيم وقف معايا في كل شيء، والله زعما ما عنطاقي خوله لحقاش هو ما قدرش يكون عنطاقي في هذا الشيء، سي الطوموبيل سداها ليا الكراج قيدو كوستا هو اللي شافها ليا، ما عرفت علاش مكتوب تما صافي، بقيت عطيتو غير الوراق ديالي، قدا ليا الغراض الطوموبيل، ما عرفتش اين كراج محطوطه فيه لدابا، ما عرفتش اين كراج محطوطه فيه، تيسرات الامور وصافي دابا المهم هذا الشيء اللي كاين صافي نقولهم شوفوا على داك الراس صاحبتي قبيله قالت لي نمشيو للحمام يلا شققت راسها هادو جوج يلا شققت راسها، قالت لي شققي، قلت لها انا ما في اليوم ما ندير زيت لشعري، ولكن غنقدر ندير غير داك الماسك غير داك الماسك من التحت، وجي وليت نحس به بحال بحال تحبس فيه الدم ياك تبدل ولا غير خلعه مازال فيك مازال وليت في اللي تاع صقه قول ماما تنوض فالفرحه نفرح على الواتس ديالي بحال هكا، المهم غادي ندير شي غادي ندير نشوف ندير سوا ياك ندير سوا ندير شي سوا نمشي ندير شي حمام وندير شي قماش تما، لحقاش انتوما شوفوا راه هادشي دابا تشوفوا حتى عندي واحد الطبعانه كبيره وعندي واحد الطبعانه، المهم عندي كل خرائط
فالحمد لله على سلامتها. فدعواتكم مع اخوتي بالشفاء العاجل، الله يشافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب، والله يحفظ لها بنيتها. فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.